حسبي الله ونعم الوكيل. صاحب السيارة هذه ضرب على هذه السيارة وتصوبها بنت صغيرة قتله، وبنت ثانية يعني مصابة برجلها. ربنا يستر، بس حسبي الله ونعم الوكيل. العيال قاموا الصبح يوم الثلاث بدري، يوم ما فطر عرفات، الطلقات طلعت من ظهرها دخل في ظهر اختها. ان عواقب ارتكاب الجريمه وخيمه جدا، ستودي بك الى اوضاع ماساويه حزينه. نصيحه: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة اللي من خلاله بنرسخ لمفهوم هميد إن الجريمة مهما كان ذكاء مرتكبها أو فاعلها لن تفيده، وإن العقاب واقع لا محالة. تعال نشوف الجريمة دي اللي للأسف حصلت بمحض الصدفة، بس الضحايا مالهمش ذنب. أب اسمه إبراهيم البكري، الأب عنده 38 سنة، عنده طفلتين روية وعنده حنين، حنين البكري وروية البكري. حنين 4 سنوات وروية 3 سنوات. إبراهيم البكري عنده بنتين، حنين وروية، هم دول ثروتهم، ما عندهمش غيره. وعنده عربية تويوتا كورولا. الأولاد يوم الثلاث اللي فات اللي هو يوم الوقفة، يوم وقفة عرفات، العيال في البيت امهم بتقول له مش هتجيب للعيال لبس العيد كعادتنا او كعادات كل البلاد العربيه، لازم للعيد نصحى الصبح نلبس القميص او نلبس الفستان او نلبس البنطلون او الشوز، لازم طقم جديد اسمه طقم العيد، والاولاد تلقاهم نايمين اللي حاضن جزمته عفوا واللي حاضن بنطلونه وقميصه وفرحانين لما بكره الصبح يلبس الجديد وينزل. ابراهيم البكر بيحب اولاده جدا، قال لهم يعني لازم لبس العيد، قالوا لازم نروح نلبس لبس العيد. العيال قاموا الصبح يوم الثلاث بدري، يوم وقفة عرفات، امه لبستهم ويلا يا عم ابراهيم لما تيجي معاي، بيقول لمراته قالت له لا خد البنتين وانا اجهز الاكل، لانه كان صيام، الناس صايمه يوم الثلاث. بالفعل خد البنتين، ركبوا معاها العربيه تويوتا كورولا. واحد يقول لي انت بتعمل دعايه، ايه تويوتا كورولا؟ ما انا هقول لكم ليه بقول تويوتا كورولا. انا مش بقول تويوتا كورولا من باب ان انا بتباهى بعربيه تويوتا كورولا، هي مش بتاعت ابوي، بس هي الفكره كلها انها تويوتا كورولا. ركب الاب عربيته التويوتا كورولا ومعاه حنين قدام وراويه راكبه ورا، حنين 4 سنين فقاعده جنب ابوها وراويه 3 سنين قاعده ورا. نزل السوق اشترى فساتين للبنتين واشترى شوز لكل بنت واشترى هدايا لامهم وفرحانين وراكبين. البنت الصغيره قالت لبابا لا ركبني قدام يا بابا، انت ركبت حنين واحنا جايين قدام، وانا نفسي اركب قدام وراويه ترجع ورا وحنين ترجع ورا. الاب قال لها خلاص يا حنين اركب انت ورا وخلي اختك الصغيره، رغم ان الفرق سنه 4 سنين و3 سنين شغل اطفال يعني، حنين ركبت قدام جنب بابا واحنا راجعين من السوق خلاص راويه تركب قدام وحنين تركب ورا. سبحان الله،
تحس انها متقسمه. هي لما تكون زي بنقول باللغه الدارجه لما تكون اسرانه خلاص، حنين اللي كانت دايما بتتشبث بالكرسي اللي قدام، سبحانك يا رب المره دي جت خلاص يا بابا، فرحانه بلبس العيد بقى وبتاع، هركب انا ورا وخد راويه قدام. فرح ابراهيم البكري وقال لها جدع يا حنين اركب ورا يا حبيبتي، ركبها ورا وخد راويه قدام. فرحانين بقى ومشغل موسيقى ووقفت عرفات وفرحان وركب العربيه التيوتا كرول. في الطريق في عربيه راكبها شاب اسمه حسين هرهره، اسمه كده حسين هرهره، راكب عربيه لاند كروزر. شفتوا بقى انا ليه قلت تيوتا كرولا؟ واحد يقول طب ايه اللي دخل تيوتا كرولا في لاند كروزر؟ لا هقول لك اللي حصل، هقول لكم اللي حصل. طبعا معروف التيوتا كرولا بكام واللاند كروزر بكام. لاند كروزر تجيب عربيتين ثلاثة من تيوتا كرولا، ما علينا ربنا يدي للناس. راكب ابراهيم هرهره بعربيته اللاند كروزر واللي انتوا هتشوفوا فيديو ليها دلوقتي، والتاني راكب عربيته التويوتا كرولا، ماشيين مع بعضيهم. طبعا دي زحمه، ده يوم وقفه عرفات زحمه، الشوارع مليانه والناس بتنزل تجيب هدايا العيد وبتاع ولبس العيد ومستلزمات العيد، وده عيد لحمه اللي ما بيتباعش يوم وقفه عرفات بيروح يشتري لحمه، فالدنيا زحمه. فالعربيه اللاند كروزر مع العربيه التويوتا كرولا حكوا في بعض، الصج في الصاج، يعني حكه بسيطه لا اثرت في التويوتا ولا اثرت في اللاند كروزر. فالراجل ابراهيم هرهره، طبعا العربيه اللاند كروزر عاليه، العربيه التويوتا التويوتا كرولا واطي، فابراهيم هرهره فتح جزاز العربيه وراح شتم بتاع التويوتا كرولا، مش تفتح يا عمه. فابراهيم البكري قال له وانا الغلطان؟ ده انت اللي غلطان. قال له هو انت راكب عربيه؟ التنمر بقى، هو انت راكب عربيه؟ هو انت حاسبها دي عربيه؟ مش تخلي بالك هو راجل راكب تويوتا كرول، يعني مش راكب عربيه مرجيح، مش راكب شاهين ولا في ده، راكب عربيه تويوتا كرول. فالمهم نزلوا عيب الكلام ده، كل سنه طيب، ده عيد، انت بتفهم في العيد؟ انت بتعرف لي بتعور لي عربيه اللاند كروزر؟ انت عارف تمنها كام؟ فابراهيم البكري قال له يا سيدي ده هي خدشه بسيطه، ورغم كده عشان ايام مفترجه وعشان العيد انا هصلح لك عربيتك، شوف هتتكلف كام وانا اصلحها، وكل سنه وانت طيب. قال له ليه وانا مستني واحد زيك راكب شبشب وعامل لي نفسه راكب عربيه عشان تيجي تصلح لي عربيتي؟ قال لا، الراجل بيقول لك حاجك عليا واروح اصلح لك عربيتك. قمت تقول له راجل انت مالك بعربيته يا عم؟ هو راجل غلبان بس هيصلح لك عربيتك اللاند كروزر. فضل يشتم فيه، فابراهيم البكري لقى نفسه يعني انا بقدم لك كل حاجه، بقول لك حقك عليا، هصلح لك عربيتك اللي انت عايزه، وانت تصرف عليا، انت تقدر تصلح عربيه لاند كروزر؟ انت تقدر على تصلحها؟ انت تقدر؟ دي عايزه اولا تترد على البارد، وعايزه تدخل فرن، وانت عارف ده لاند كروزر، انت عارف العربيه دي مين اللي بيصلحها وتكلفتها كام ومركز الصيانه ياخد كام؟ يجي واحد شحات زيك يقول لي اصلح لك العربيه؟ فابراهيم البكري قال له ما تزعلش نفسك، ما تزعلش نفسك انا غلطان، وراح ركب عربيته ومشي. ما يسكتش بقى حسين هرهره، لا انت بتجري وتسيبني؟ الراجل مشي بعربيته، راح طلع من العربيه اللاند كروزر كلاشنكوف، كلاشنكوف، وراح مسك وراح مطلع دفعه على العربيه رغم العربيه ماشي، العربيه مشيت التويوتا كرول. حسين هرهره زعل قوي، ازاي يسيبني ويمشي؟ راح مطلع الكلاشنكوف سلاح الالي شد الاجزاء وراح ضرب دفعه رشاش، دفعه الي. كان طبعا صاحب التويوتا كرولا ما بعدش كتير 50 60 متر، للاسف اللي خد الدفعه ولاده الاثنين. حنين اللي ركبت ورا اللي كانت بترفض ان هي لازم تقعد في الكرسي وراني، والمره دي وافقت، الطلقات طلعت من ظهرها دخلت في ظهر اختها.
الطلقات دفعة الآلي، دخلت في العربية من ورا تويوتا كورولا، دخلت في ظهر حنين، طلعت في ظهر راوية. حنين ماتت في الحال، راوية ماتت بعد 3 أيام. كل ده عشان خاطر ايه؟ ابراهيم البكري قال لك اصلحها لك، ابراهيم البكري قال لك كل سنه وانت طيب، ابراهيم البكري قال لك حقك عليا، ابراهيم البكري قال لك اللي انت عايزه. طب انت عايز ايه يا حسين يا هرهره؟ للاسف خلى العيد ما بقاش عيد. الاب فقد بناته الاثنين اللي ما حلتوش، ما عندوش غيرهم، واللي كانوا رايحين فرحانين بلبس العيد وفساتين العيد وشوز العيد وفي يونكات العيد ده 4 سنين و3 سنين. سبحان الله، والاب ما جاتش فيه شظيه. الدفعه جت في البنت حنين من ورا وطلعت في اختها راويه من قدام. طبعا الاب الله يصبره ابراهيم البكري، الناس اتلمت على طول، حاول حسين هرهره يهرب لكن الشرطه قبضت عليه. والراجل ده على فكره حسين مش اول مره يعمل المشاكل دي. القضيه دي عشان ما حدش يقول لي فين، القضيه دي حصلت في حي اسمه حي القاهره في مدينه عدن في اليمن الشقيق او اليمن السعيد، اللي بنتمنى ان اليمن يرجع زي ما كان اليمن السعيد. تخيلوا الجريمه دي حصلت يوم وقفه عرفات. وادي الفيديو بتاع العربيتين، ادي العربيه اللاند كروزر وادي العربيه التويوتا كرول، وادي صوره البنتين، وادي صوره المتهم. ليه؟ ودي صوره ابو البنتين. ليه؟ ليه بيحصل كده؟ ليه خليته العيد هم كبير على اسره فقدت الزهرتين اللي فيهم راويه وحنين؟ لكن هنقول ايه، الجريمه جريمه في كل بلدان العالم، ولله الامر من قبل ومن بعد، ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.